دعامة اليوم الجمعة الضب صالح داك ما بشير بشير لا غيرك شو اسوي الطابي البيض انا ها بس انا في الطابي البيض اليوم كم تقريبا 3 اكتوبر يوم الجمعة صار بشير الركشة يمكن يكون فيها دعاوى لكن يعني الركشة دي قايلة قايلهم بتحاولوا لا الركشة ما قال فيها علي على الطيارة 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 أربعة بس شغلنا تاني زردي يا طبلة زردي يا طبلة كمل يا طبل الطيران اليوم الضب صالح ضربوا 60 تاسير من الدعم السريع براميل جد 60 تاسير يا جماعه 60 تاسير ده الجرم من مدني بنبل هنا الليله مخبرتهم هنا بس والضب صالح يا البرهان يا البرهان ده نزل دي الطبله بس يا برهان